بغيت نعبر على اعتزازي بالأجواء الديمقراطية اللي مرات فيها هذه العملية ديال التنافس على رئاسة مجلس المستشارين. كان أملي هو أن يتم التباري والتنافس على رئاسة مجلس المستشارين بناء على رؤى وبناء على برامج، ولكن في الإجمال أنا معتز بهذه الأجواء اللي مرت في هذه العملية، وكان أكد قناعتي بأن الفائز في هذه المباراة أو في هذه التباري ماشي هو عبد ربي، ولكن مؤسسة وتجربتنا الديمقراطية التي نسعى إلى توطيدها أكثر فأكثر. منذ لحظة انتخابي أمين رئيس لمجلس المستشارين أعلنت وكنتجدد من خلال منابر الإعلام الوطني التأكيد على أنني رئيس لكافة مكونات المجلس، وأنني على مسافة واحدة مع جميع مكونات المجلس. وكيف ما أعلنت كذلك في الوثائق التي عممتها ومن إعلان النوايا والبرنامج اللي تقدمت فيه، فإنني سأستمر إن شاء الله بكل ما أوتيت من تصميم ومن حزم، سأستمر في رئاسة هذا المجلس بروح التوافق، بروح الانفتاح، وبروح الإشراك ديال كافة مكونات المجلس. كنت ولا زلت أؤكد بأن التحديات اللي كتواجه المؤسسات ديال بلادنا ومنها المؤسسة البرلمانية ومنها مجلس المستشارين هي تحديات في غاية التعقيد. كنتكلم وكنستحضر أن هناك تحديات اللي متعلقة، تحديات اللي كتمس المصالح العليا لبلدنا، واللي جاية من بيئة جهوية احنا جزء منها، واللي جاية من بيئة دولية احنا جزء منها. ولكن كذلك أؤكد على التحديات الوضع الداخلي. أظن بأنني لا أبالغ إذا قلت بأن بلادنا تجتاز واحد اللحظة في غاية الأهمية من تاريخها المعاصر. ملي كنقول لحظة في غاية الأهمية وفي غاية التعقيد في نفس الوقت، فأنا أفكر في الأوراج الإصلاحية المهيكلة الكبيرة اللي هي مطروحة على جدول أعمال البلد، واللي يجب الاعتراف بأننا لا نتقدم فيها بالوتيرة المطلوبة. ولكن أيضا أفكر أني كنقول لحظة في غاية الدقة، فأنا أفكر كذلك في الانتظارات التي يفرزها المجتمع، الانتظارات ديال المجتمع المغربي والانتظارات ديال الديناميات التي يفرزها المجتمع المغربي. وبطبيعة الحال حين قررت بعد موافقة حزبي على الترشح لهذه الرئاسة كنستحضر، وأنا واعي بذلك تمام الوعي، كنستحضر بأن هناك اليوم يعني أولويات جديدة مطروحة على جميع المؤسسات البلد حكومية أو برلمانية، وعلى الفاعل الحزبي والسياسي والمدني والنقابي والمجتمعي.